1, 2, 3, 4. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، جيتكم بوصفه جديده. الوصفه تاع اليوم هي طريقه تحضير البوب كورن، ولا كما يسمى باللغه العربيه الفشار. الوغ باش نديرو هذا البوب كورن ولا الفشار تاعنا، نسلقو اولا وقبل كل شيء المايز. كما راكم تشوفوا لهنا هذا المايز اليابس، ماشي تاع العلب اللي نديرو في لي سالاد، هذا اليابس. بون دوك نشوفوا المقادير، نسحقوا لا مارغارين ونسحقوا الزيت. هذا بالنسبه لكيفيه التحضير ولا طبخ البوب كورن ديالنا. بالنسبه باش نحب انا حنديروا اليوم بذوق حلو، نقدروا نديروه بالمالح، المالح ساهل نديروا فقط عليه الملح. بالنسبه للحلو انا حابه نديروه بالكراميل. انا باش نحضروا الكراميل تاعنا نسحقوا السكر والماء، وباش نلونوا البوب كورن ديالنا نسحقوا دي كولورون. انا هنا خيرت كولورون اروماتيزي، خيرت هنايا ذوق شوكولا، يعني لون البني وذوق شوكولا، هنا لون احمر وذوق فخاز ولا فراوله، هنايا لون اصفر وذوق موز. وخليت ثاني حبه ندير شويه ابيض، ندير له هنايا البوتا فاني لافاني. الوغ بدون اطاله انا هنا ندوز طريقه تحضير البوب كورن. باش الحاجه اللي لازم لنا طنجره كيما هذه، كيما راكم تشوفوا تكون هكذايا شويه خشينه، نوعيه خشينه اللي ما تلصقش، تكون بالقطع دو بريفيرونس ديال سيغ، لازم القطع تاعها. الوغ واش ندير؟ ناخذ ملعقه تاع الاكل ديالي، واش ندير؟ ندير ملعقه تاع الزيت معمره هكذايا، ملعقه تاع اكل الزيت، وندير ملعقه تاع لا مارغارين، يعني نخلط هكذا. هذه الكميه نروح نديرها دوب فوق النار. دونك كيما راكم تشوفوا لهنا على نار شويه متوسطه، نحاول ندوب لا مارغارين ديالي هكذا. كيما راكم تشوفوا انا بعد ما ذابت لا مارغارين ديالي مع الزيت، ناخذ المايز تاعي وندير 3 ملاعق. الملعقه الاولى يعني 3 ملاعق معمرين، ملعقه ثانيه والملعقه الثالثه. كيما راكم تشوفوا لازم نحركهم مليح هكذا. بون نقعد نحرك حتى تبدا الحبه الاولى تكلاطي. كي تبدا الحبه الاولى تبدا ترتق تما باش نغطيها. بون كيما راكم تشوفوا هنا، بمجرد الحبه الاولى تبدا تكلاطي هاي ليك، بون نخليها حتى يبداو يتكلاطاو زوج حبات هكذا كيما راكم تشوفوا، ثلاثه ومن بعد باش نغطيه هكذا. الان ناخذ الغطيوه تاعي ونغطيه ونقص الحراره تاعي باش ما يتحرقليش. نديرو اكتيف هكذا نخليه يكلاطي. بون كيما راكم تشوفوا لهنايا مامي كلاطيو. بون هكا نحاول ندير هذه الحركه دو طون زون طون هكذا بهذا الشكل. بون حتى راني نشوف الداخل، حتى الحبات هذوك اللي جابسين حتى نشوفهم تكلاطاو كامل باش نحبس، باش نحي على النار ونعاود نكرر العمليه تاعي باش ندير مختلف الالوان. دونك
مرة كنت نشوفو ندير هاد الحركة دو طون زون طون. عافين ندير دونك كيما راكم تشوفو هنايا بعد ما خلاص تكلاطا كامل ترتق كامل ما يستعنى مباشرة نحيه ونحطو في الإناء ديالي. بون هادي هي المرحلة، أنا هذا حنديرو إن كولا دوكا نواصل العملية، ندير نفس الشيء نعاود نكرر العملية، ندير باش ندير كات كولور ديفيرونت. كنت هنا نكررت العملية المرة الثانية، هاي ليك هنا راه زاد طابها ليك معناتها باش تشوفوا برك المقادير. انا راني درت بوغ لا دوزيام فوا مازال لو يكلاطي كيما راكم تشوفوا. بون نعاود نكمل هذا ونخلطوا مع مع الاول باش نديروا طريقه التزيين. بون كيما راكم تشوفوا هذيك البوب كورن تاعنا هنايا ولا فوشارها ولا يعني هنا تشوفوا معناتها هنا الاجمالي هنا دوبليت العمليه. المهم هنايا كلش 6 ملاعق تاع مايز و 2 ملاعق تاع مارغارين و 2 ملاعق تاع الزيت، هاي الكميه اللي خرجها لي. الوغ انا لهنايا واش حندير نخدم، حنبدا نخدم الكراميل ديالي. هنايا دوكا هذايا البوب كورن تاعي ما فيه والو، فيه ذوق المارغارين برك، وهاد الاضافه تاع لا مارغارين بزاف يرجعوا لي بنين، يعني نقدر ناكلو هكذا وحده يجيني بنين. الوغ انا هنايا واش ندير باش نخدم الكراميل ديالي، ناخذ كاس باش نقيس كما راكم تشوفوا. هنايا ندير كاس تاع السكر كما راكم تشوفوا هكذا، ونضيف له نصف كأس تاع الماء كما راكم تشوفوا، نضيف له نصف كأس تاع الماء هكذا بهذه الطريقة، ومباشرة نديرو فوق النار يغلي ياخذ اللون، يبدا ياخذ اللون الاصفر ويدير لي فقاعات راكم تشوفوا هنا. بعد ما خرجوا هاد الفقاعات اللون تاعو بدا يروح للاصفر، مش حندير ناخذ ندير ملعقه نصف ملعقه تاع لا مارغارين هكذا كما راكم تشوفوا هكذا، ونخليها تذوب لداخل. بون كيما راكم تشوفوا لهنا بعد ما تشكلوا لي هاد الفقاعات لهنا كيما راكم تلاحظوا، الان هنا ينطفي على الكراميل ديالي مباشرة نروح لعملية التزيين. خليها تبرد شوية ونبدأ عملية التزيين. بون كيما راكم تشوفو هاديك الكراميل تاعنا لهنايا بعد ما تنحاول هادوك الفقاعات، لأن واش ندير أنا المايس تاعي هنايا هاولي قسمتو على زوج، بون هذا النص وهذا النص، معناتها أنا نبدا نخدم بهاد الزوج، ندير حندير لونين وبعدين كيما نزيد ندير لونين وحدوخرين. ألو باش ندير لونين أنا واش حندير هنا باش نقيس. بون ناخذ كيما راكم تشوفوا فنجان تاع العتاي هاوليك، ونعمرو نعمر الفنجان الاول هكذايا، يعني المنتصف ماشي كامل هكذا، ونديرو لهنايا نزيد ندير نص فنجان واحد اخر كيما راكم تشوفوا هكذا، نزيد ندير في الاناء الثاني باش نديرهم لي كولورون تاعي. الو هنايا واش كندير انا الان، بون هذا نواصل به العمليه من بعد. الان ناخذ لي دو كولور، الان حنبدا انا بذوق فراوله لو الفراوله كما راكم تشوفوا، ندير شويه هنايا شويه، ونزيد ناخذ اللون تاع اصفر ذوق الموز هكذا، مباشره ناخذ ملعقه ونخلط. بون كيما راكم تشوفوا هنا نبدا نخلط باللون تاع الغاز ولا الاحمر ذوق الفراوله هكا، نخلط مليح هكذا، نزيد ناخذ هذا اللون الاصفر ذوق الموز نخلطه ايضا مليح هكذا باش نكون باش الجات الاخر تاعها لا تيكستور يعني عقده، يعني ما من الريحه هنا راني نشوف ريحه الموز، يعني هذا سان كولورون اروماتيزي، هنا راني نشوف ريحه الفراوله معناتها اللون والذوق، نخلطهم مليح. بون كيما راكم تشوفو نبدا نذوق الفراولة، ناخذ البوب كورن تاعي كيما راكم تشوفو، بون كيما راكم تشوفو مباشرة ندير فوق البوب كورن تاعي ونحاول نخلط هكذا بهاد الشكل. بون بهاد الطريقة كيما راكم تشوفو نحاول نخلط هكذا مادام سخون باش يبس عليه ديغاكتومون.
الان عندي هنايا ورق طهي ولا بابي سلفوري زين، نديرو نحاول نحلو هنايا على ورق الطهي باش يبرد ويلبس. راكم تشوفو هكذا ونخليه يبرد، ونجوز نكرر العمليه مع الذوق الموز وجوج اذواق الاخرين. يعني كيما راكم تشوفوا هاو ديك اللون الاول مباشره بما درتو فوق الاخر ويبس تمتم. ها شوفوا شوفوا يعني تمتم يشب. ان نكرر العمليه مع اللون الثاني الاصفر ذوق الموز كيما راكم تشوفوا. كيما راكم تشوفوا هنا نخلط هاو ديك اللون الاصفر ذوق الموز، ان مباشره نديرو فوق البابي سولفيغيزي تاعي بنفس العمليه كيما درت. هم كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما نحيتو من الاناء تاعي نخليه يبس، يعني هنا ما يستغرقليش وقت بزاف باش يبس. هنا كيما هذا هاو ليك تمتم يبس هاو ليك هاهو، بمجرد يضربو الهوا بالخف ينشف. نعاود نكرر العمليه مع ذوق الشوكولا والفانيلا. كيما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين هاو ليك هنايا ذوق الموز وذوق الفراوله، نشوفو كيفاش يبس. هاي ليك ميحتاجش وقت كبير باش يبس. الان حنكرر نفس العمليه، حندير هنايا ندير ذوق الفانيلا وذوق الشوكولا. دابا نعاود نقسم اون دو كيف كيف، ندير هنا حوالي نصف كاس هنا وندير هنا نصف كاس ها هيك. انا قعدي شويه انا قعدت شويه هنا نقوم على زوج هكذا. الان بعد ما درت هاد الزوج هنا قسمت على دو، هنا ندير شويه ذوق الفانيلا هاوليك مش بزاف، وهنا ندير ذوق الشوكولاته هكذا ونخلط كيف كيف كيما درت العمليه الاولى هكذا باش نحصل على الذوق اللون الشوكولاته البني وهنا الفانيلا هكذا. ميم الريحه راه يطلع لي الان هنا واش غادي راح نقسمو اون دو كيما راكم تشوفون هكذا جوج كميات متساويه ونكرر نفس العمليه. كيما راكم تشوفون هنا ناخذ ذوق الشوكولاته هكذا ونبدا نفرغ كيما درت في المرحله الاولى هكذا ونخلط نكبر كامل الموج ديالي الشوكولاته. يعني الذوق كله نفس الشيء نكرر نفس العمليه، ندير على هذا البابي سوفيغيزي ولا ورق الطهي نحلو هكذا ونخليه يبس كما درت في المرحله الاولى. والان نجوز مباشره ندير الذوق تاع الفانيلا، يعني هنا حنحصل على لون طبيعي ابيض. يعني هذا واش كنت حابه، كنت حابه اللون الابيض باش اللون الابيض توجور يعطينا جمال لاي حاجه ديغاتو ولا هكذا. انا حبيت اللون هنا طبيعي هكذا نكرر بنفس العمليه هكذا نخلط هنايا هذا راني خليته يلبس هكذا نحصل على اللون الابيض وذوق الفانيلا. اذا اعزائي المشاهدين هاوليك البوب كورن تاعنا لهنايا جاهز بعد ما يبس لنا، يعني ما استغرقش وقت طويل باش يبس مباشره انفيرون واحد الماكسيموم 5 مينوت يبس. الو هاوليك لهنايا البوب كورن تاعنا ولا الفوشار بذوق الفراوله واللون الوردي، هنايا باللون البني ذوق الشوكولاته، وهنا اللون الاصفر ذوق الموز، وهنا خليناه ذوق طبيعي لون طبيعي درت له برك ذوق الفانيلا ابيض. اذا هذا هو البوب كورن تاعنا اعزائي المشاهدين. اذا عجبتكم الطريقه ما عليكم غير تتبعوا المقادير بسيطه جدا، ولكم حابين تكتشفوا الذوق اللذيذ جدا يعني الذوق تاع مام انا كي درت له هذيك اللمسه تاع المارغرين يعطي ذوق لذيذ جدا بالاضافه الى المنكهات هذوما. الوغ اللي يحبوا طبيعي يعني ما يقدر يستغنى عن المنكهات يديروا فقط يديروا لو سيغو هذاك اللي خدمناه وحده. اذا اعزائي المشاهدين لكم حابين تجربوا تبعوا المقادير جد بسيطه، ايضا انكم حابين تكتشفوا الذوق اللذيذ جدا ما عليكم غير تتبعوا المقادير. وفي الاخير اعزائي المشاهدين ما قاعد لي غير نقول لكم اذا جربتوه تناولوه بالصحه ولهنا، وما تنساوش ديروا جيم ولا تعليق ولا شر ولا كنتوا اول مره تدخلوا للقناه، وما عليكم غير ديروا
متابعة ولا أبوني، هكذا باش يوصلكم الجديد معنا، ونتلاقاو في أعداد مقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.